الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص، وأن يكفينا شر الناس، وأن يحفظنا من الزلات. هناك آداب إسلامية لمن يريد طلب علم الدين، حثنا عليها شرعنا الحنيف، وهذه الآداب الإسلامية تساعد المؤمن على فهم علم الدين وحفظه وإتقانه. فإذا جاء المسلم لمجلس علم الدين فينبغي أن يجلس بأدب ووقار وهدوء، ولا يكثر من الالتفات، ولا يكثر من الحركة، لأن هذا يشغله عن التركيز والاستفادة، وكذلك يشغل من في جانبه. يعني هذا طالب العلم حين يدخل مجلس علم إذا أكثر من الالتفات وأكثر من الحركة فهذا يشغل نفسه عن التركيز، فلا يعود يستطيع أن يفهم ما يقوله المعلم، وكذلك يشغل الشخص الذي في قربه. يعني إن كان شخص جالس قربه فيشغله بسبب كثرة حركته والتفاته وكلامه. فمن آداب طالب العلم أن لا يكثر من الالتفات، ولا يكثر من الحركة، وكذلك من آداب طالب العلم أن لا يتكلم ويعين المدرس على الإجابة. يعني لا يتكلم والمعلم يتكلم معه، لا، يترك المعلم هو يشرح، لا يعينه على الإجابة. أما إن حصل سبق لسان مع المعلم أو أخطأ المعلم، لا شك أنه لا بد أن ينبه المعلم بهذا، لكن نحن نتكلم أنه من الأدب أن لا يتكلم ويعين المدرس على الإجابة، هذا من الأدب. ومن آداب طالب العلم أن يجلس أمام المعلم وليس خلفه، إنما يجلس أمامه. وينبغي لطالب العلم أن ينظر إلى المعلم احتراما له، وهذا يعينه على التركيز على ما يقوله المدرس. ومن آداب طالب العلم أن ينصت ويستمع إلى المعلم ولا يقطع عليه حديثه وكلامه. وإن كان عند طالب العلم سؤال أو استفسار يصبر وينتظر المعلم حتى يفرغ من درسه فيسأله في الوقت المناسب، وليس كلما خطر في بال طالب العلم سؤال يقطع المدرس ويقول له عندي سؤال أريد أن أسأل، عندي سؤال أريد أن أسأل. إن كان هناك 100 شخص يحضرون وكل شخص يريد أن يسأل وقت الدرس، لن يستطيع المدرس والمعلم أن ينهي الدرس. فلذلك من آداب طالب العلم كان عنده سؤال أو استفسار ينتظر المعلم حتى يفرغ من درسه فيسأله في الوقت المناسب. كذلك من آداب طالب العلم أن لا يشوش على المعلم والمتعلم. يعني لا يفعل كما يفعل البعض للأسف، يكون المعلم يعطي الدرس وشخص يتكلم مع من هو في جانبه، يعني بيحكي مع اللي حده. يعني المدرس عم بيعطي الدرس وهداك شو عم بيعمل؟ مش بس عم بيروح على حاله سماع مجلس العلم، لا، وعم بيحكي مع اللي حده ليشوش، فيشوش على نفسه وعلى غيره. هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي، بل من آداب طالب العلم
أن لا يشوش على المعلم ولا على المتعلم، ويجلس مكانه بسكون وخشوع وأدب وسكينة، لأن الصحابة الكرام كانوا يجلسون في مجالس علم الدين وكأن على رؤوسهم الطير، وكأن على رؤوسهم الطير من شدة سكونهم وأدبهم في مجلس علم الدين. هكذا ينبغي أن يكون طالب علم الدين حتى ينال الفوز العظيم والثواب الكبير، وحتى يتمكن من فهم ما يتعلمه وما يقوله المعلم له، حتى ينتفع بهذا العلم ويعمل به ويعلمه لغيره. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما.